بكل عيد بيكون لنا وقفة خاصة وحصة مع العمل اليدوي الهاند ميد اللي له بصمته وطابعه الخاص، وأكيد خلال أيام العيد المبارك عيد الأضحى رح نتوقف مع مساحة من الجمال والعمل. كيف قدرت ضيفتنا أنه تترك بصمة لها بكل قطعة مشغولة بحرفية ضمن لمسات مميزة؟ لنتعرف أكيد بصرنا نرحب اليوم بالأنسة سمية مارديني. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك يا رب. بخير، ينعاد على الجميع يا رب. يسعد صباحك سمية. بالبداية خلينا نحكي عن الأعمال اليدوية اللي انتشرت بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير، عم نشوف كتير من الصبايا والسيدات عم يشتغلوا فيها. كيف أنت بتكون الأعمال اليدوية الخاصة فيك خاصة وبتترك بصمة لإلك؟ تمام. هلأ فعلا هي كتير انتشرت آخر فترة الأعمال اليدوية، وصار لها كتير رواج، وصارت يعني قصة كتير سهلة الصبية تشتغل قطعة الإكسسوار الخاص فيها. هلا اهم شيء انه يكون انت عندك مراء وبال طويل كثير وبصمه، يعني المزاج او الفكره اللي انت قادره تطبقيها، وكل يعني حتى لو اشتريتي الغرض وغيرك اشترى المواد الاوليه نفسها، بس بتجي لما بتشتغليها كل انسان له بصمته الخاصه فيه، يعني كل حدا بيشتغلها بطريقته. يعني مثل ما عم نشوف اليوم معنا شويه نماذج من خلينا نقول موديلات متعدده وافكار متعدده، نحكي شوي عن كل موديل كل فكره. في شيء يمكن مدموج مثل ما هلا انا شايفه بين القديم والجديد. طبعا. يعني في شيء عم نجدد فيه كمان. هلا كثير دارج الموديلات المعتقه او الموديلات الشرقيه، يلي عن جد هي عم تعطيكي احساس انه شيء كثير شرقي. واللون المعتق هلا كثير دارج، يعني حتى لو كنا عم نشتغل على الفضي هلا برجي كمان هو معتق، يعني مو بس البرونز المعتق. هلا مثل هي القطعه يلي انت شفتيها قطعه كثير حلوه. هلا هدول كثير شرقيات القطع. لاحظي كل واحدة مشغولة بطريقة وعاطية بصمة خاصة فيها. يعني يمكن عم تحاولي من خلال مثل ما قلتي يعني قطع شرقية معتقة قديمة للصبايا، عم تحاولي تكون في إضافات. أكيد. يعني قبل كنا نشوف يعني أمهاتنا بيحبوا هدول التفاصيل وبيرتدون، هلأ عم نشوف الصبايا الصغار إلهم مرأة فيهم لكن بنكهة خاصة يمكن وبتجديد آخر. أكيد. يواكب. أكيد. العصر. خلينا نحكي مثلا عن هاي القطعة. هلأ هدول الحجار كتير حلوين وكتير دارجين، ولاحظي كل حجر فيهم له طابع خاص فيه يعني أو إطارة الخاص فيها. هلا مثل ما قلتي هنا الستات الكبار، على فكره يعني انا وقت اللي اشتغلت هي القطع قلت حيعجبوا الصبايا اول شيء، فهنا عجبوا الكبار اول شيء. هي القطع عاطي احساس الشرقي القديم، القطع القديمه اللي كنا نلاقيها مثلا بدولاب ستك وهالقصص هي، يعني ونسرقها ونلبسها وهيك شغلات من خلال الزخارف حتى. تماماً. يعني تمام. الزخارف الشرقيه، عم زخارف شرقيه حتى كتابات عربيه. يعني هي القصص كثير هلا دارجه وكثير حلوه. هذا الموديل ما بيبطل، يمكن يعني موديل ما بيبطل يعني أبداً. مثلا هذا الكيف بالذات بنشوفه بكل شيء تراثي وتقليدي. تمام. ما بيبطل يعني. الزرقاء تماما اللي بيتفائل فيه الناس وبيجيب الحظ، وهي حلوه يعني لك على بساطه القطعه اللي بايدك، بس قديش رائعه يعني. تمام. بساطتها حلوه. هلا مثل هاي القطعه كل حدا بيشتغلها بطريقته، يعني كل حدا بيعطي عليها بصمه خاصه فيها، كل حدا بيعطي لها روح خاص فيه، وما في حدا بيشتغل يدوي بيشتغل مثل الثاني ابدا. لانه كل واحد له بصمته الخاصه. تمام. هي القطعه اذا بدنا نحكي عنها كمان، هلا انا حبيت اضيف شغلات جديده، وبما انه دانتيل وتول وهالقصص هي كثير هي قصص دارجه هلا هي السنه، فانا حبيت ضيفها للاكسسوار حتى اعطي احساس ثاني، يعني نطلع شوي عن الحجر ونطلع شيء عن المألوف. تمام. يعني نطلع عن المألوف وتطلع قطعه غريبه. حتى شوفي فوق انا حطيت لها حجار بالسنسال. يعني ضفت عشان يكون في اختلاف، فيها حركه يعني، فيها قصه جديده. تمام. والدانتيل كثير طلع حلو على الاكسسوار. هلا كمان هي هلا كثير صايرين عم نشوف موضه اللي هو بيدخل الخط العربي او الكتابات بالاكسسوار باللبس بالشناتي بكل شيء. عم نشوف هي حب، وانا كثير بحبها هي القطعه. يعني هي بالذات المفضله عندي، يعني الخط العربي حتى بيعطيكي كثير احساس حلو. يعني بتحسي القطعه بتشبهنا قريبه شوي، كثير بتشبهنا عن جد. يعني لكي هالقطعه على بساطتها بس قديشها حلوه، حتى احلى شيء نقيتي فيها الحب. اخذتي ان شاء الله هيك ان شاء الله اللي بيلبسها مع الجميع، يعني بما انه هي كمان الدنيا عيد فاكيد
كل عام وانتم بخير. طيب سمية، القطعة قديش بتاخد منك وقت وشغل، وقديش يمكن لما الصبية توصيكي على قطعة بتقلك انه بدي قطعة مميزة، قديش كمان بتاخدي من شخصيتها؟ لانه مثلا انت صبية صغيرة، في تواصل بيكون مباشر مع الصبايا، بتعرفي شو بيحبوا شو اللي ما بيحبوا، فقديش فعلا القطعة احيانا بتلاقي بتعكس شخصية أكيد. الشخص. هلا ما فيني اشتغل قطعة مثلا كتير مثل هالحركات اللي طوائية اللي بالكرتون وتجي تلبسيها لصبية هي كتير هادية، يعني هاي القصة مستحيل ما بتزبط معها، بدك تشبه شخصيتها شوي. يعني هاي القطعة بدها بنت كتير جريئة. اما مثلا الكف الازرق اللي شفناها هذا بيشبه بنت هادية ورايقة، الكل حتى تمام والكل اكيد انا لازم بشوف هي شو بتحب الاول واسمع منها هي شو بتحب لحتى اقدر اعرف شو بدي اعملها. هلا الوقت الفكره يلي بتاخذ وقت، الشغل يمكن انا لانه تعودت على الشغل صار سريع، بس الفكره هي يلي بتاخذ وقت. يعني عم نشوف كمان هي القطعه، يعني انا مثل هي القطعه على بساطتها بس هي اخذ معي وقت بالفكره. واضح لانه اصلا هذا الموديل اللي هو اثنين يعني القصص اللي نازله منه، فهي لحالها يعني انت هاد انا 100 مره صرت مطبقه اللون لا ما زبط بفك برجع بركب لون ثاني وهالقصص هي. الفكره بتاخذ وقت اكثر من التطبيق. يعني عندنا الفكره هي اساس. انا بقول دائما هلا نحن انا بدرس اكسسوار فدائما بقول لهم لطلابي انه اول ما بتبلشي الفكره اساس، يعني وقت بدك تبلشي تشتغلي بالاكسسوار لازم يكون عندك فكره، اذا ما عندك فكره فانت ما في مجال انك تكملي. اكيد لانه لازم يكون في عنده افكار خلاقه لانه ليقدر يطبق موديلات جديده تواكب العصر وتواكب يمكن كل شخصيه لصبيه، لانه اليوم عم نشوف انتشار كثير كبير للاعمال اليدويه. يعني اليوم ما عم نشوف الذهب او الفضه عم ياخذ حيز كثير كبير. أكيد. اليوم الاكسسوارات والاعمال اليدويه بشكل خاص اللي بيشتغلوها بالايد اوفر كمان اوفر 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 يعني بصراحه. يعني حلاوه الاكسسوار انه انت بتلبسي قطعه يعني مالك شاريتيها غاليه، بتشتري قطعه 3-4 كل مره بتغيري فيها، يعني هون صار في عندك مجال تغيري. الذهب والفضه يعني بدك تلبسي قطعه واحده وبس خلص، يعني ما عاد فيك تغيري كثير. في قدامك شيء تمام هلا هدول انا كثير بحبهم كلياتنا الصبايا كثير بحبهم. هلا لكي هن افكار كثير، يعني مثلا انا هون مدخلين الشباشيل بالقطعه يعني كثير رايقه القطعه. هلا في قطعه ثانيه هلا هاي انا كثير بحبها اللي هي منه وفيها الالوان تمام والالوان قد ايه عاطي حركه الالوان. هلا عندنا هاي كمان كثير حلوه لكن فيل وبرج ايفل وكيف يعني كمان على فكره يعني هي الموديلات اللي عم نشوفها ممكن الصبيه تلبس اكثر من قطعه مع بعض تمام. هلا هيك مثل انت ما لبستي وفينا ناخذ الشغلات ايه بس بينسقوا الالوان يمكن الألوان بس يعني هدول تمام. هيك هن لابقين مع بعض هلا هيك يوم بالصدفه طلعوا لابقين مع بعض. هلا رح ورجيكي انه حتى لو حطينا قطعه كثير ناعمه معها هون معلش لو سمحتي او شيء جريء ممكن تمام. نحط لون ضارب شوي مثلا احمر يكون في دمج باكثر من قطعه يعني تمام. في عندك خيارات واسعه بتدمجيها. هاي بنجرب الاحمر نجرب الاحمر. هلا شوفي حتى هن بالايد لما بيكونوا كتار كثير حلوين مع بعض حلاوتهم يكونوا كتار بالايد يعني كلهم إلي اسمع قدمينا اهلا وسهلا. طيب سمية بالختام شو بتحبي توجهي كلمة لكل الصبايا اللي عم يشوفونا اللي إلهم مرأة بالإكسسوارات وبتلاقيهم فعلا أخذ حيز كبير من تنسيق مع تيابهم من حياتهم اليومية؟ اليوم الصبية اللي موظفة أو طالبة الجامعة بتهتم بكتير من هدول التفاصيل خصوصا الإكسسوارات اللي هي بتضيف لمسة خاصة على شخصيتها. طبعا هلأ أهم شيء أنك أنت تعرفي تنسقي كيف تلبسي قطعة الإكسسوار يعني الالوان تكون شوي متناسقه مع بعضها انه انا ما كثير اعجق الموضوع عندي يعني هلا اذا كنت حاطه طوق جريء بكفي هالقصص هي يعني اهم شيء تنسيق القطعه اللي انا بدي البسها يكون هو الاساس. هلا وبنصح كل الصبايا انه انت تعلمي تشتغلي قطعه صغيره يعني ولو بسيطه كثير يعني هذا الشيء كثير حلو البنت انه هي تشتغل بايدها تتعلم شغله صغيره ولو تشتغلها يعني هي بتساعدك كمان انت مثلا انك تخففي مصروف بتساعدك انك انت تعطي لمستك الخاصه يعني بالشغل اللي عم تشتغلي. والاكسسوار كثير قصه حلوه وكلياتنا بنحبها يعني ما في كل الصبايا ما في صبية ما بتحب الاكسسوار. واهم شيء انه انت ما تعجقيها يعني ما تعجق كثير اكسسوارات مع بعض البعض هون بتضيعي القطعه يعني ما بيعود ببين
الشيء اللي لابسه. تمام. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا وعلى المعايده اللطيفه والحلوه. شكرا كثير لك وينعاد عليك. وينعاد عليكم كلكم وان شاء الله بلدنا بتبقى بخير وكل عام وانتم بخير. نشكرك سميه وكل عام وانت بالف خير. عبر